ضجة كبيرة على المنصات الاجتماعية أثار منع أمن جامعة حلوان لطالبة من الدخول بسبب ارتدائها فستان بحجة إنه مش ملائم للزي الجامعي. أمن الجامعة برر منع طالبة الفرقة الرابعة بكلية السياحة والفنادق حنين فؤاد من الدخول لكليتها بإن فستانها قصير ومكشوف، وإنها كان عندها عرض تقديمي بيستدعي ارتدائها زي رسمي وليس فستان. الواقعة أدت لتحرك برلماني من النائبة سميرة الجزار، واللي تقدمت بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقالت إن منع الطالبة من دخول الكلية لارتدائها فستان بيخالف القانون والمادة 54 من الدستور، واللي بتنص على إن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس. النائبة أضافت إنه من الطبيعي تباين آراء الناس في إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة، وده بيضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهم، وطالما مفيش معايير معلنة لزي الطلاب فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم. النائبة طلبت كمان بالتحقيق في الواقعة وعقاب المتسببين فيها.